اولا مرحبا بكم عندنا ولانكم واكبتوا معنا هذا الحدث هذا وهذا التتويج هذا، شكرا لكم بزاف. ثانيا انا جيت سعيده بطبيعه الحال بحالي بحال اي ام اللي ان ولدها تيوصل يعني كيمر من مجموعه من كينتقل من مجموعه من الدورات التدريبيه مثلا في هذا الشيء ديال الطبخ وفي اخر المطاف تيوصل للنهايه وتيفوز باللقب. اذا ما الشعور ديالي ما يكون الا شعور كبير والكلمات كتخوني باش نعبر بصدق وبقوه على هذا الفوز هذا وهذا التتويج، لانه هذا التتويج الاسره ديالو المدينه ديالو الجهه ديالو وتجويد بطبيعه الحال للطفل المغربي المبدع اللي كيبدع في جميع المجالات. يعني تنكونوا مشغولات وباش توفقي بين المنزل وبين العمل ديالك، يعني كتدخلي يلاه باش تكونسونطري على لو طرافاي ديالك داخل لا كويزين، وكان هو تيدخل وانا في الاول كنت كنقول له لا صافي ياسين هو، لكن انا كنت كنحس بانه عنده واحد الاصرار داخلي تبارك الله عليه وتيقول لي ماما شتي هاد الحاجه انا راه كنعرف نديرها، هاد الحاجه انا تنعرف ندير والله يا ماما اعطيني والله حتى كنعرف نديرها فهمتيني. وفعلا فعلا 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 انا اكتشفته حتى انا قلت تقريبا بحالي بحال الناس بحالي بحال الجمهور، لان شي اطباق انا ما كنتش كننتظر وما كنتش كنظن شي اسماء اللي ديال 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 دي برودوي ولا دي زانغريديون اللي هو تيعرفهم. يعني سبحان الله العظيم هو طفل موهوب ماشي غير في الطبخ، موهوب في القراءه في تحدي القراءه فاز يعني وصل النهائيات، موهوب كيعزف على العود عنده الحمد لله وتبارك الله عليه ما شاء الله مجموعه ديال المواهب اللي عنده مخزونين. وهذا ماشي غير ولدي انا، ماشي حيت ولدي انا كنظن وماشي كنظن راني انا اكيد بان الاطفال المغاربه وحنا كنشوفوهم دائما متوجين في جميع الميادين في الحساب الذهني في الـ في الـ في, الـ في القران في الـ في الغناء في الطرب اي حاجه كتلقى الطفل المغربي الطفل الموهوب خاصه شنو خاصه الدعم.